نقسم بالله، نقسم بالله، على كتاب الله، على كتاب الله، أن نبذل الأنفس والأموال، أن نبذل الأنفس والأموال في سبيل دفع الأعداء، في سبيل دفع الأعداء، عن هذا البلد الأمين، عن هذا البلد الأمين. على هذا القسم قبلت أن أكون سلطانا على مصر. عاش السلطان، عاش السلطان، عاش السلطان، عاش السلطان، عاش السلطان، عاش السلطان. ما تقولوش عاش السلطان، أنا مهما كنت واحد من شعب مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. عزة. نعم يا أستاذ. دوسي لي زرار التاريخ علشان نعرف احنا امتى بالظبط. احنا بالظبط آه. اكتوبر 1516 ميلادية. معقولة؟ يعني ما فضلش غير نوفمبر وديسمبر وبعدين العثمانيين يجوا مصر في يناير 1517. يا خبر. ايه؟ لازم نبلغ السلطان بسرعة يا استاذ. طب مين اللي هيدلنا يا عز على اصل السلطان؟ انا قلت للطباخ بيه معلم مقدر اكلات عمل اشياء محترمه، امام بيض دي كان على الترابيزات. افت فلت افت افت. امان ربي امان، امان ربي امان. ملبوسات مختلفات، اشكالات ملخبطات. افت افت افت. جاسوسات. لا 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 لا، انتم جاسوسات. لا 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 لا، احنا مش جاسوسات، احنا ناس تمامات. خسيس نفسيس عدبسيس. خلاص خلاص خلاص، هو قال خسيس انا خسيس وانت مرسيس. خلاص خلص خلص افندم. نعم سكتك بابا حسن. هاي افندم. انت مين فالد؟ لا ما تقولش انا مين، انا مصري ودي ارضي فاهم، وانت عثمانلي ومش من حقك تقولي انت مين. ايوه انت ما تسألش خالص، احنا بس اللي نسألك. آه. انت مين؟ انا عصمت اغا افنزيم. ايه عصمت اغا افنزيم؟ ايه عصمت اغا افنزيم؟ انت مش تقول عصمت اغا افنزيم، انت قول عصمت اغا افنزيم. عصمت اغا افنزيم. انت تعرف قصر السلطان بقى؟ ايه قصر السلطان؟ انا اشتغل قصر السلطان افنزيم. معقوله الشيخ فاصل السلطان؟ طب لو سمحت دلنا على قصر السلطان وليك كبير الامتنان والشكر. من شان ايه فالد؟ من شان انا عندي كلمتين سر اقولهم للسلطان. كلمتين. كلمتين وبس؟ ايفت كلمتين وبس بتاع البرنامج العام. ايفت فالد ايفت. فالد انا اخدك قصر السلطان فالد. فلت كلمتين سر ايفين. ما انا لو قلت لك على الكلمتين دول ما يبقوش سر. منشان ايه فلت؟ منشان كده هو كده اقولهم بس، هو للسلطان بس. فلت نعم انا اديك قصر السلطان. ربنا يخليك. منشان انت فلت ظريف فلت. ايه اخبار مصريين حشمت بك؟ مصريين يبدي تعاطفات عظيم مع سلطان جديد افندم. منشان ايه تعاطفات مع سلطان جديد؟ عشان سلطان يرفض حكمه عثماني، يريد الحرب والخداع والدفاع ويؤلف مقاومات شعبيه افنزيم. كبار تجار معه؟ نعم وكبار علماء معه. كبار علماء وكبار تجار، كل الشعب المصري بالكامل يريد سلطان مصري جديد افنزيم. هذا كلام خطير، كلام خطير افنزيم. لازم حضراتنا يقدم التماسات فوريات لعظمه سلطان سليم اول في اسيتانا. كوم قوام بقواتك. تعال يا فالد، تعال ادخل فالد ادخل. ايه ده؟ ده قصر السلطان؟ ايه فيت قصر السلطان فالد؟ لا لا مش باين عليه قصر السلطان خالص. لا فالد دي حديد. ايه ودي حديد. ايه قصر السلطان فالد. يا سلام، عشان دي حديد ودي حديد يبقى قصر السلطان. انا مش مقتنع انه قصر السلطان بالمره. فولد نعم ما فيش كلام كتير فولد. الله يا مش فاخرتها ايه معاه؟ خطيت خطي اخر خطي بابا علي. خطيت خطي بابا علي. عصمت اغا افنزيم.
ادخل فلان. ادخل فلان. انا مت. ادخل فلان. يا بابا. ادخل فلان. ادخل فلان. ادخل. مين فيهم بقى السلطان؟ عصمت. مين دي عصمت؟ جاسوس مصري؟ أنا جاسوس مصر الله يكسفك، أنا جاسوس برضو. جاي حظ السلطان مصري من غزو عثماني. اشمد بك. جهز مشنقات اشمد بك. مشنقات؟ جهز مشنقات. كده مشنقات خبط لزق. انتوا جايبين المجنقة الاول من قبل ما تعرفوا مين المتهم؟ يا ويل البلد اللي تقع تحت ايديكم. ايه واخدين فلان؟ نعم. فوت فلان. ادخل فلان. فوت فلان. انا عملت ايه؟ فوت فلان. الهبرة كذبرة. ايه دي؟ هبرة كذبرة. ايه دي فلان؟ ربي يا متولي اهزم لنا العثماني. ربي يا متولي اهزم لنا العثماني. لو سمحتوا بس كده غلط. ماشيين تهتفوا. اللي عايز يخدم بلده مش مجرد انه يهتف وبس، لازم يعمل موقف، موقف ايجابي. حد فيكم يعرف قصر السلطان؟ ايوه انا اعرف. طب لو سمحتوا حد ياخد الاستاذ ده ويوديه على قصر السلطان. حاضر. يا ربي يا متولي اهزم لنا العثماني. يا ربي يا متولي اهزم لنا العثماني. يعني ايه؟ يعني ايه الحرب مش مصلحتنا؟ يعني ايه؟ خلاص نسلم البلد بقى للعثمانيين. انا ما قلتش يا مولاي ان نسلم البلد للعثمانيين. ليه ما نحاربهمش؟ عندهم مدافع احنا ما عندناش يا مولاي. عدونا عنيد مش ممكن هيقبل الصلح معانا غير بشروطه، واحنا اقسمنا ببذل نفوس في سبيل مصر. هنحارب. مش ممكن نسلمهم البلد واحنا عايشين والرب معانا والشعب معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. انت مين؟ أنا اللي قريت تاريخ المملوكية، لقيتك آخر المماليك، وشفت عينيك في حرب الريدانية ومصر وشعبها حواليك، بتهتف للفدا بقلوب أبية، تعيش يا مصر وإحنا نروح ضحية، تهون النفس علشانك يا بلدي، تهون النفس وإنت في يد ولدي، علم مرفوع وبيرفرف بحرية. يا مصر يا حب يا شجرة يا ضليلة، يا مصر يا أهل يا عيلة، يا بوابة زويلة، شهيدك راح عشان يطلع عليك صباح وتملى قلبك الأفراح. يا بوابة زويلة،
الشهيد اكرام عشان يطلع عليك صباح وتملى قلبك الافراح يا مصر يا حب يا شجرة يا ضليلة يا مصر يا أهل يا أهلي يا عيلة